طب انت كان ليك برضو مقال عجبني. انا من الناس اللي دماغي معتقده بالفكره دي، ان السعاده قرار والتفاؤل ثقافه. بقى صحيح. طب ممكن اعرف المعنى اللي خلاك تكتب المعنى ده؟ انا دايما اسال التلامذه بتوعي واصدقائي وعيلتي، اقول لهم ايه اللي بيسعدك؟ قول لي 5 حاجات بتفعلها فتسعدك. وافاجئ ان الناس ما تعرفش، يعني يقول لك حاجه واتنين والتالته وبعدين يتوقف. الناس مش عارفه ايه اللي بيسعدها، هو مش منتبه. هو مش عارف، دي حقيقه. ويخيل اليه ان انا بساله على ايه الاحداث اللي حواليك اللي تسعد. لا، انا بقول لك ايه اللي انت بتعمليه يسعدك، وبقول للمشاهدين والمشاهدات ايه اللي بتعمله بيسعدك. اي حاجه قولي. ان شاء الله يا رب يشرب شاي بلبن الصبح مثلا، دي بتبسطني. اتفرج على فيلم. ايه اللي بيسعد حضرتك؟ ايه اللي حضرتك بتعمله؟ لا بس هقول لك المدخل بقى العلمي. كنت دايما وانا بعلم الطلبه يكشفوا على المريضه، فاحط ايدي كده على البطن واقول لهم اعملوا زي، ها حسيت ايه؟ حسيتي ايه؟ ولا حاجه. لا، عشان ما بتدورش على حاجه. لكن لو حطيت ايدك هنا وقلت ده مكان الكبد، فانا هشوف هو كبير ولا صغير، هو سموس ولا لوبيليتد، هو سخن ولا سائع، هو بيوجع ولا لا. فانا عمال اسال نفسي في لمسه ايد. انت بقى في حياتك ما هو الذي يسعدك؟ انا يسعدني مثلا القراءه، وبعدين اكتشفت ان لا، انا بيسعدني مناقشه ما اقراه بعد قراءته مع اخرين. انا بيسعدني العمل العام، انا راجل خدمي بحب اخدم الناس، ببقى سعيد. انا يسعدني اتفرج على فيلم ساينس فيكشن. انا بيسعدني اسافر، لا ده انا بيسعدني اسافر لاندهش، مش اسافر بس. يعني لازم يبقى مكان جديد وهو حلو. فكره ان حضرتك لسه بتندهش. الناس اللي لسه محافظه على الدهشه دي ناس محظوظه. الجزء الثاني من المقال، السعادة قرار والثقافة والتفاؤل ثقافة. يعني لأنك أنت ممكن تشوفي في الناس أوحش ما فيهم، لكن لو أنت تعرفي الحقيقة ودورتي على أفضل ما فيهم، هتبص تلاقيكي بوجه عام بقيتي أكثر تفاؤلا. أنا لما بنظر إلى الأمور بشوف الممكن والجميل قبل ما أدور على الاسود والقبيح. ده ثقافه. وثقافه ناس كتير. لما تقعدي مع ناس وتاخدوا تتكلموا وتتناقشوا، فتلاقي الردود دايما تيجي ايه؟ لا بس. اقول لهم طب ابتدوا بايوه لكن. دي ثقافه. وانت بتبصي للحياه ابتدي بايوه لكن، تبتدي بايوه وتبتدي بالجمال فيكي والجمال فيما حولك. وبعدين ولما تبتدي بالجمال هتلاقيكي بقى مش بتشوفي الوحش، بتلاقي حلول للوحش. بالظبط، هعرف اتعامل مع الوحش. ما بتصدرش المشكلات، انت بتلاقي حلول للمشكلات. بالظبط.